الخبر اول اللي عدنا عن فضائح اليوتيوبر مستمره بالتدخين. بالنسبه لاول شيء يا حبايب اللي هي لانا فتشر لهذا الفيديو اللي هي قاعده تنرقل مثل ما شايفين بهذا الستوري، صراحه شيء غريب على لانا. بالنسبه لثاني شيء يا حبايب اللي هو نورمر، وانا شايفها منتشر لهم هذا الفيديو الثلاثهم قاعدين يدخنون باحدى الحفلات مثل ما شايفين يا حبايب هذا الستوري. راح اعطي لكم السهم حاليا، ركزوا بيها زين، راح تشوفون انه انا شايف لازم ايده سيجاره او سيجاره، وبنفس الوقت نورمر هم لازم. فكتبوا يا حبايب بالكومنت شاركوا بهذا الخبر، طبعا هي حريه شخصيه. وعلى سيره نورمر يا حبايب الفضائح اللي قاعده تنتشر، واللي هو يا حبايب انه مرز هذا الستوري يبين بي انه خلفيه الموبايل مالته واللي هو صورته هو ولانا، فهذا يبين انه هو يحبها او اكو علاقه ما بينهم. ما ادري صراحه، اكتبوا بالكومنتات شنو رايكم. وبالنسبه لنورمر يا حبايب، فامبارح نزل مقطع ويا انس الشايب واللي هو الحلقه الثانيه من برنامجه اللي كشفوا به هواي حقائق. بالنسبه لاول سؤال نورمر سال انس الشايب واللي هو منو كراشتك من اليوتيوبر غير بيسان، فصار يقول لانا اللي هي اخت موفلوكس. راح احط لكم اللقطه شوفوها ويعترف لها بحبها. السؤال اللي بعده يا انس، كراشك من اليوتيوبر بنات نعاده ساهر منذر وعائله بيوتي؟ عيده برجع عيد عادي، انا بكره لانا روز. اي لاف يو سو ماتش لانا، ميس يو. بالنسبة الثاني سؤال يا حبايب، انا سأل نورمار واللي هو انه نوعا ما هو السامع انه نورمار مستحيل يتزوج الا بنية محجبة، فنورمار رد على الموضوع انه هذا الشيء غير صحيح، وانما هو ممكن يتزوج وحدة عادية ولكن هو يحجبها، وهذا يأكد انه قمر طاي يا حبايب اكو علاقة شان ما بينهم، بحيث هو حجبها بشهر رمضان اللي فات، وبس هي خلعت الحجاب هو طلعها من الفريق. والدليل على هذا الموضوع يا حبايب انه حاليا رمضان، وسبحان الله قمر طاي هي متحجبة برمضان هذا، رغم ان هي قالت على اساس هذاك الشهر تحجبت على مود رمضان. ما ادري صراحه، اكتبوا بالكومنتات تتوقعون تشاركوا بيناتهم علاقه او لا، وراح احط لكم لقطه يا حبايب شوفوها. هذا السؤال راح اسالك اياه، انا سمعت هذا السؤال، سمعت انك حكيت مستحيل تاخذ بنت من السوشيال ميديا، بدك بنت متحفظه، صح او لا؟ انا ما حكيتها بهالطريقه، انا قلت انه انا كعادات عائلتنا بناخذ بنت ما بالسوشيال ميديا، بس حكيت بعدها انه ممكن احجبها بعد. لحظه شوي، ممكن احجبها وخلص تترك السوشيال ميديا، وبالفعل انا حكيتها موجوده باليوتيوب. يعني انا ما انت حكيت صح، انت حكيت صح، اوكي، يعني انت تبريد. بالنهايه بدك بنت ما في مشكله كاتب بالسوشيال ميديا، بس بدك تحجبها. لانه عادات تقاليد هيك، مو انه بقول انه ما حكيت الحجاب غلط، لا ابدا، كل واحد له حريته الشخصيه، بس بدك تلبس حجاب. عادات ايه، في عادات تقاليد نحن هيك. تمام، يعني انت بالنهايه حتى يعني تكون مش لابسه، بس انت بدك تلبسها حجاب. ما بتعرف وين الاصبع، ما بتعرف وين الاصبع، يعني ممكن تجي وحده اسمره تحط الحجاب ما بتعرف وين الاصبع، الله كيف بقى لك، خلص خلص، يعني انت بدك تحجبها. اذا الله اعطاني واذا هي حبيبتي ان شاء الله. يعني هذا الحكي صحيح؟ صحيح، خلص تمام، بالعكس بفتخر فيك. ننتقل حاليا للسؤال اللي بعده يا حبايب، واللي هو انس الشايب يوضح بيه انه هو يكره رغده بشكل مو طبيعي بسبب انه هيك المقطع تطلع تحكي عليه. راح احط لكم لقطه يا حبايب شوفوها. ثالث واخلص، محمد نبيل رغده. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل انتم ويا رغده ام ويا انس الشايب. ننتقل حاليا مريانه غريب يا حبايب والتهجم تعرضت له بعد تنزيل هذا المقطع على التيك توك اللي تهز بيه وتسوي نوعا ما حركات غير لائقه خاصه برمضان وبالظهر يا حبايب. مثل ما شايفين اغلب الكومنتات كانوا يقولوا لها رمضان وانه حرام مسوين هذا الشيء. ما ادري صراحه، اكتبوا يا حبايب بالكومنتات استعقدت تهجم تعرضت له او لا. اما بالنسبه لبيسان تكت يا حبايب، فنفس الشيء نزلت مقطع ويا ثلاث ولد، وكان المقطع بالظهر والشخص اللي وراهم يا حبايب الثالث لو تركزون لازم ايده سيجاره، يعني هم مفطر بنفس الوقت هي ويا ثلاث ولد تصور. فاكتبوا بالكومنتات استعقدت تهجم او لا. وصل حبايب نوصلت المقطع، فشرفوا بلايكات، شاركوا في الزي مقاطع ميكس القصص. احبكم وبس، مع السلامه.